أنا قبل شوي سألتك سؤال افتراضي وأرجع أسألك سؤال افتراضي آخر. لو افترضنا أنه التنصت التركي اللي موجود في القنصلية كان بمعلومة من جهاز مخابرات في دولة ما، وهم كانوا عارفين أنه في مخطط لشيء سوف يحدث لخاشقجي، وخاشقجي موجود على الأراضي التركية، برأيك ليش ما راحوا خبروا جمال أو أشعروا أن هناك خطر حقيقي أو حاولوا يحمونه بشكل أو بآخر؟ ما حضرتك استخدمت لو ولو ولو ولو. أنا علشان حاول نفكر خارج الصندوق. كويس، ما أنت لو فكرت لو 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 يبقى هم متأمرين وكانوا عايزين يتقتل. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنه يعني من الأرجح والأشجع أن نعترف أنه هذا الموضوع قبل، يعني المؤامرة أنا في رأيي جاءت بعد الحادث وليس قبل، يعني وليس قبل الحادث. هذا رأيك؟ ده رأيي. ومن هنا علينا أن نتحمل المسؤولية بشجاعة، وعشان كده أنا سعدت للغاية من قرار الملك فيما يختص بالتحقيق في الموضوع وتحويله إلى المدعي العام السعودي، ووضع مجموعة من الشخصيات اللي حتى الآن هو مشتبه فيهم، ونشوف قضية الإصلاح للأجهزة الأمنية بشكل عام، وإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها. ده قرار جيد وحكيم. المشكلة كانت فين؟ وين؟ عشان أكون برضو صريح معك، وين المشكلة؟ نحن قعدنا من 2 أكتوبر ل 20 أكتوبر على ما جاء رد الفعل وجاءت الرواية السعودية لهذا الموضوع، وأعتقد أنه لولا الشباب اللي على النت ومجموعة من الشخصيات العامة السعودية التي وقفت، مش بقى لأن هي كتائب إلكترونية ومحرضة والكلام ده كله، لا، لأنها بالفعل وطنية وتقف خلف قيادتها، وهي اللي حملت لواء فكرة الدفاع، وكانت بديلا للغياب الإعلامي والضعف الإعلامي وضعف التسويق السياسي في الخارج من خلال شركات العلاقات العامة التابعة لنا كلنا في العالم العربي اللي ما قدرتش تلعب دورها.